after its prime. If I will be on Friday after its prime directly and then you travel. الله يعني نعمل الإيفال بعدين على طول المسافر. يلا بس حضر الإيفال اليوم. الله 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 يا لي شو ما بدك؟ ما بدي سافر. شو الهبل؟ ليه؟ مش هبل ولا مش هبل. هيك ما بدي. ما بعرف مش كتير متحمسة للموضوع صراحة. يعني حابة أروح على ديزني لاند بس مش كتير. انت هيك يعني؟ أنا حابة والله حابة معاكم والله ما مش بوز البوز التقول؟ لا ولا لا تعال اسمع اسمع شو بتحكي ما بتقول لي بديش أروح كتير متحمسة يعني كذابك والله تمزح ولا ورا بلهبل مش هيبلة مش مقبولة بس ما بعرف مش كتير متحمسة طب ليه مش عاجبك يعني انتم بالعكس قلت لك نحب نمشي معاكم بس انا كنفسيا مش كتير متحمسة تروحين تنكدين علينا السفرة لا تروحين مستانسة غصبا علي الصراحة عزيزتي انا مشان هيك لا ما في مش على كيفك حجزولك تكت مش على كيفك انت طلع علي غير انا مش عم تمزح يا اسماء طب شو يعني ثلاثة ممثلين ما اكيد ما احنا لا فينا نستعين بصحابنا شو لحظة وداع سخي